انا بقول شيء يعني، بما ان عن الشعر وعن ال، كان في مرحلة ما كان الشعراء مظلومين اعلاميا، فكنا نواجه صعوبة في الظهور. الان طبعا الوضع اختلف مع وسائل التواصل، مع الثورة التكنولوجية. فكنت اقول خارج عن الترتيب والشهرة، شاعر ورتب أولوياته، اليوم يومه والشهر شهره، وأحيان ما يشعر بساعاته، ساحر بيانه لو صدح جهره، صار القصيدة العذبة مأساته، يا حاسد الشاعر على نهره، إلى انفجر واطلق حكاياته، ما قال بيت إلا دفع مهره، زفرة شعوره وانفعالاته، واليا ظما ليلة وبدت سهرة تشرب معاناته معاناته، واللي يبتسم والناس من بهره حزنه ترى كثر ابتساماته، واللي كتب بيتين في مهره صارت حقيقه من خيالاته، قلبه تقسم نجد والجهره، واللي بغى يقسم قسم ذاته، يبني وطن للناس من طهره بكبر جروحه وانكساراته، رزنامته بالشعر مزدهره لو ما فتح باقي ملفاته، واكبر دليل ابيات مشتهره من بصمته واجمل علاماته، واكبر دليل ابيات مشتهره من بصمته واجمل علاماته، مهمته لو طافت الشهره ما دام يكتب عن قناعاته.